واعلم بأن دخول الأشهر أو خروجها أي شهر دخولا أو خروجا لا يثبت إلا برؤية عدلي مسلمي، ما عدا شهر رمضان فيستثنى دخوله فيكتفى فيه بواحد. لو قال قائل ما العلة وما الحكمة في كون شهر رمضان يثبت دخوله برجل أو امرأة عدل بينما خروجه لا يثبت إلا برؤية اثنين؟ الحكمة هي أمر الشرع هذا أولا، لكن من الحكم أن النفوس معظمها لا ترغب في الصيام، فتجد أن الحرص لا يكون شديدا على رؤيته، فاحتيط لدخول الشهر لكون الناس لا يرغبون في الصيام بأن يثبت بشهادة واحد، بينما ترك الصيام وخروج رمضان فإن النفوس ترغب وتطمح إلى الفطر